شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا فيما مضى حول منازل الآخرة، وقلنا إن المنزل الأول من هذه المنازل هو الاحتضار، وإن المنزل الثاني من هذه المنازل هو الموت. أما المنزل الثالث من هذه المنازل فهو البرزخ. في عالم البرزخ هنالك عدة مباحث، المبحث الأول: ما هو معنى البرزخ؟ في المصطلح اللغوي، البرزخ يعني الحد الفاصل بين شيئين. قد تكون هذه الفاصلة فاصلة مكانية، هنالك مكانان يتوسط بينهما مكان آخر، هذا المكان المتوسط يقال له البرزخ، وقد تكون الفاصلة فاصلة زمانية، وقد تكون الفاصلة فاصلة أحوالية. هذا المكان أو الزمان أو الحالة التي تتوسط بين شيئين يقال لها البرزخ. هذا معنى البرزخ في المصطلح اللغوي.
أما في المصطلح الديني فهذه الكلمة نقلت من هذا المعنى العام إلى فرد من أفراده، وهذا الفرد هو الفاصلة الزمانية التي تقع بين هذه الحياة التي نحن فيها وبين عالم القيامة. هذه الفاصلة التي لا نعلم كم تطول، ربما تطول ألوف السنوات، وربما تطول ملايين السنوات. الأموات اللي ماتوا قبل 5000 عام، من ذاك الوقت إلى هذا اليوم يعيشون في هذا العالم، عالم البرزخ. ونحن إذا متنا دخلنا في هذا العالم، في هذه المرحلة المتوسطة التي تستمر إلى يوم القيامة. إذن في المصطلح الشرعي البرزخ يعني الفاصلة الزمانية التي تقع بين هذه الدنيا وبين يوم القيامة. البحث الثاني، ما هو الدليل على وجود عالم البرزخ؟ الجواب على ذلك، تدل على وجود هذا العالم آيات وروايات، ومن جملة الآيات هذه الآية أو هاتان الآيتان اللتان تلوناهما: حتى إذا جاء أحدهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا في خضم هذه الحياة مشغول ولاهي ونائم، لا يعلم أن كل ما يفعله سوف ينتهي في يوم من الأيام. كل ما فعلناه لأجل هذه الحياة، كل ما فعلناه لهذه الدنيا، هذا مؤقت، في يوم من الأيام ينتهي. الإنسان متى يستيقظ من هذه الغفلة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت. هناك الإنسان يستيقظ من هذه الغفلة، يستيقظ من هذا النوم، عند ذلك يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يقول حتما، ممكن. يعني هذا الإنسان الشهوات مستحكمة فيه إلى حد، ماخذة بقلبه. هذه الدنيا تتملك قلب الإنسان حتى عندما يروح إلى ذلك العالم ويشاهد ذلك العالم، مع ذلك مو معلوم. لاحظوا قوة الشيطان وهيمنة الشيطان، وإن كان الإنسان المؤمن أقوى من الشيطان، إنه ليس لك سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولكن الإنسان عادة حتى إذا يشوف، حتى إذا يعاين، إذا فرضنا فرض محال أنه عاد إلى هذه الدنيا،
يصير خوش آدمي مو معلوم، حتى هو الإنسان مو واثق، لعلي يمكن محتمل لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويأتيه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المفروض في هذه الآية أن يقال ومن أمامهم، لأن هذه مرحلة متقدمة، ومن أمامهم برزخ، ولكن الآية الكريمة تعبر ومن ورائهم. كلمة وراء في اللغة العربية تستخدم في مواقع الطلب، نقول الموت وراءنا، يعني شنو وراءنا؟ يعني مثل واحد دا يعقب فريسة، يعقب صيد، يقول أنا وراء هذه الفريسة، وراء هذا الصيد، لأنه يطلبه. كلمة الوراء تفيد الطلب، كأن هذا العالم يطلبنا وسوف يأتي علينا قطعا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهنالك آيات أخرى وروايات يمكن أن يقال إنها تبلغ حد التواتر الإجمالي، تدل على وجود هذا العالم. البحث الثالث، أين تكون الأرواح في هذا العالم؟ يعني هذا العالم أين يكون؟ نحن إذا متنا أين نذهب؟ الأموات عندما يموتون هذه الأرواح أين تذهب؟ وما هو محل هذا العالم؟ هنالك باب في الكافي للكليني رحمة الله عليه، هذا الباب تحت عنوان باب جنة الدنيا، وأيضا في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه هنالك باب تحت عنوان جنة الدنيا ونارها. هذه الرواية المنقولة في الكافي ينقلها الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد وسهل ابن زياد وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني هؤلاء الثلاثة معا جميعا رووا هذه الرواية، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية من ناحية السند رواية صحيحة، يعني لو كانت هذه الرواية تحتوي على حكم من الأحكام الفقهية في كتاب الصلاة في كتاب الصوم لكانت هذه الرواية رواية معتبرة ومعمول بها. الرواية من ناحية السند رواية صحيحة، ومن ناحية المضمون
هذه الرواية الطويلة تدل على مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى إن هنالك في ضمن نظام هذا العالم، مو في عالم آخر، هذا مو عالم الجنة التي وعد بها المتقون، مو عالم النار اللي يشكل عالم آخر، لا، في ضمن نظام هذا العالم، في هذه الدنيا التي تشرق عليها هذه الشمس ويطلع عليها هذا القمر، توجد هنالك جنة يقال لها جنة الدنيا. أرواح المؤمنين، أرواح السعداء، تأوي إلى هذا العالم وإلى هذه الجنة وتتنعم بالنعم الإلهية التي لا يمكن لنا أن نتصور حقيقتها، ما يمكن. إذا الطفل، عندكم أطفال في البيت، شايفين الطفل ما يفهم المعادلات التي تفهمونها، حتى إذا تحاولون إفهامه ما يمكن إفهام. إذا تحاولون تفهمون للطفل لذة العلم، العلم في لذة، أفهم الطفل لذة العلم، ما يمكن أن يفهم، لا يمكن. إذا تريدون أن تفهموا الطفل بعض المعادلات، بعض الحقائق، ما يمكن يفهم. إحنا بالنسبة إلى ذلك العالم لا يمكن أن نفهم حقيقة اللذة الموجودة في ذاك العالم، ما هي حقيقتها؟ لا نفهم، ولكن نعلم أن أرواح المؤمنين في قوالبها المثالية التي يدخلون فيها منعمين بنعم الله إلى يوم القيامة في هذه الجنة. إذن الحقيقة الأولى التي تدل عليها هذه الرواية الصحيحة أن هنالك جنة تأوي إليها أرواح المؤمنين وتتنعم فيها بما شاء الله لها من النعم، ومن جملة هذه النعم نعم لقاء الإخوان. المؤمنون بعضهم يلتقي بالبعض الآخر، يتحادثون. عندما واحد مؤمن يموت من الأموات، إذا كان سعيدا يروح إلى ذاك العالم، أرواح المؤمنين تجتمع حوله يسألونه عن أحوال الدنيا. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن هذه الأرواح عندما يطلع الفجر تعود من تلك الجنة، في كل يوم تذهب مساء إلى تلك الجنة، عندما يطلع الفجر تعود. الحقيقة الثالثة عندما تطلع الشمس الروح تذهب إلى حفرتها وتتعاهد حفرتها، كأنه والله أعلم أن هذه الروح، واحد إذا ألف مكانا
إذا ألف شيئا، إذا ألف صحبا يحن إليه. حتى أنت إذا قبل 30 عام كنت تدرسون في مدرسة، قبل 30 عام، قبل 40 عام، عندما تمرون عليها قلبكم يحن، تشوفوها تلاحظوها، تعود إليكم الذكريات. كأن الإنسان، لعل الإنسان له حنين إلى هذه الدنيا، هاي الدنيا اللي عاش فيها 70 عام، 80 عام، أكثر أقل، عنده حنين. هذا البدن، هذا البدن مو مثل ثوب واحد يلبسه ويلقيه وينتهي كل شيء. كأن الروح عندها علاقة بهذا البدن ولها حنين إلى هذا البدن. الآن إحنا في هذه الدنيا شلون عندنا علاقة بأبداننا؟ إذا واحد والعياذ بالله أصيب بشيء في بدنه كم يتأثر؟ هذا دليل علاقة الروح بهذا القالب المادي. إذا والعياذ بالله واحد على أثر عملية أصيب في عضو من أعضائه، قطعت والعياذ بالله إصبع من أصابعه، كم يتأثر؟ لأن أكو علاقة، أكو شوق، أكو حنين، أكو حب. لعل هذه العودة عند طلوع الفجر إلى سماء هذه الدنيا، الأرواح تأتي وتحلق في سماء هذه الدنيا، يعني تخرج من تلك الجنة، جنة الدنيا، وتعود وتحلق وتطير، لعله من باب العلاقة والانشداد. وعندما تطلع الشمس تذهب إلى حفرتها وتتعاهد حفرتها، لعلها من باب العلاقة اللي عندها بهذا البدن وبالمضجع الذي وضع فيه هذا البدن. تستمر هذه الحالة ليلا وفجرا وعند طلوع الشمس إلى يوم القيامة. هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة، إن هنالك نارا، هذه مو نار الآخرة وإنما هذه نار الدنيا، الله سبحانه وتعالى أعدها للكفار. في كل ليلة أرواح الكفار تنقل إلى تلك النار ويعذبون في تلك النار. فإذا طلع الفجر هذه الأرواح تعاد إلى وادي براهوت. وادي براهوت وادي موحش يقع في صحراء قاحلة، لا يوجد فيها كما في الأحاديث إلا الحيات السوداء، وإلا البوم من الزواحف الحيات السوداء، ومن الطيور البوم في هذا الوادي الموحش المقفر الموجود بمنطقة حضرموت في اليمن. أرواح الكفار تأوي عند الفجر إلى ذلك الوادي. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في مرآة العقول يحتمل أن مقر هذه الجنة التي تحدثنا حولها هو في وادي السلام في النجف الأشرف، ويحتمل أيضا أن تكون الجنة في مكان آخر ولكن الأرواح تأتي إلى وادي السلام بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا أحببت أن تراجعوا هذه الرواية، الرواية مذكورة في مرآة العقول
في المجلد 14 صفحة 228. هذه الرواية التي نقلها الكليني رحمة الله تعالى عليه. البحث الرابع: الأموات وهم في هذا العالم هل ينتفعون بالخيرات التي تقدم لهم؟ الدنيا انتهت، دار العمل انتهى، المفروض أن يغلق كل شيء، يغلق هذا الملف، ولكن من رحمة الله ومن عناية الله ومن لطف الله بالمؤمنين أنه يبقي لهم الملف مفتوحا، فإذا فعلنا لهم خيرات، إذا فعلنا لهم مبرات، هذه المبرات تصل إلى أرواحهم. في الحديث قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، يصلى عن الميت، واحد يصلي ركعتين لأموات، إذا واحد من الأموات والعياذ بالله فاتته صلوات وأهمل في قضائها، أولاده، ذووه، أقرباؤه يصلون عنه، يصلى عن الميت؟ فقال: نعم، حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق. هناك في حال الضيق وما إلى أي علاج، لأن بعد ما يتمكن هو يسوي شيء، هو بعد ما إلى قدرة، هو أصبح أسير. إذا شيء يمكن ما يفعله له ذووه، ما يفعله له المؤمنون، يعني هذا أمل بهذا بعد الأمل برحمة الله وبعد الأمل بشفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم، أمله بذويه، بأرحامه، بالمؤمنين، يعيش في ضيق فيصلى ركعتين فيوسع الله عليه ذلك الضيق. الرواية الثانية عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الميت ليفرح بشيء صغير. واحد لا يقول هذا الشيء صغير، لا، هو هذا الشيء الصغير يفرح الميت. إن الميت ليفرح بالترحم عليه. إذا ذكرت ميت من الأموات قولوا رحمة الله عليه، هو هذا، هاي كلمة، كلمتين، يعني ثلاث كلمات، الميت يفرح بذلك. إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له، قل غفر الله له، اللهم اغفر له. إذا واحد أبوه وأمه انتقلوا إلى العالم الآخر يقول اللهم ارحمهما، يفرحون بذلك. كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه، إحنا نفرح بالهدية حتى إذا واحد مستغني ماكو حاجة إلى هذه الهدية، لكن هذا النوع من التكريم، نوع من الاحترام. كما أن الأحياء يفرحون بالهدية، الأموات يفرحون حتى بهذه الأشياء الصغيرة. فما بالك إذا واحد بنى مسجدا للميت باسم الميت، هذا المسجد يبقى 100 عام، 200 عام، 300 عام، أكثر، أقل،
وثوابه كله لذلك الميت، يعني يكتب الثواب للميت، طبع كتابا لأجل ميت. كم يبقى هذا الكتاب؟ كم واحد يهتدي بهذا الكتاب؟ إذا الميت يفرح برحمه الله، كلمة، يفرح بغفر الله له، فماذا يكون حاله إذا أنشأ الصدقة الجارية باسمه ولروحه ولثوابه؟ الرواية الأخرى: قلت له، للإمام صلوات الله عليه، يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم، هذه الأشياء تصل إلى الميت. البحث الخامس: هل الحي شريك مع الميت في الثواب؟ يعني نحن إذا فعلنا شيء للميت بالنيابة عن الميت، أو أهدينا ثواب ذلك العمل للميت، نحن ننال شيئا أيضا؟ الجواب: نعم. عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، كل هذا ينقل إلى الميت، يدخل في قبر الميت، ويكتب أجره للذي فعله وللميت. الميت يؤجر والحي أيضا يؤجر. الوالد حفظه الله، سألته ذات مرة أنه ما هو أفضل كيفية للأعمال المستحبة أن نفعلها بنية أنفسنا، مثل ما إحنا عندما نستغفر بنية أنفسنا، عندما نقول لا إله إلا الله ننوي أنه ثواب عمر آخرتنا. هذه الطريقة الأولى اللي هي متداولة. الطريقة الثانية: أن نفعل هذه الأفعال ونهدي ثوابها للأموات، يعني أصلي ركعتين مستحبة وأنوي أن هذا الثواب لروح جدي أو الميت أو للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة: أن نفعل هذه الأفعال المستحبة بنية النيابة عن المعصومين، يعني مو أفعل العمل ثم أهدي ثوابه للأئمة أو للنبي صلى الله عليه وآله أو للأموات، لا، بنية النيابة، يعني أنا عندما أريد أن أحج أقول أحج هذه الحج المستحبة بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو بالنيابة عن الأئمة صلوات الله عليه أو بالنيابة عن الأموات. هاي الطريقة الثالثة. الوالد أجاب أن أفضل شيء أن يفعل المؤمن الأفعال المستحبة بالنيابة عن المعصومين، أي عمل مستحب، وحقيقة الإنسان يشعر في العمل بطعم آخر، يعني إذا رحت للحاج ونويت إني أفعل هذا الحج بالنيابة عن رسول الله، عندما تحرم تقول ألبس ثوبي الإحرام نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أي نكهة، أي طعم،
أي لذة روحانية تشعر بها وأنت تعمل هذا العمل. عندما تريد تطوف حول بيت الله تقول أطوف حول هذا البيت 7 أشواط بالنيابة عن رسول الله. هو الإنسان يشعر بحالة ثانية، بالنيابة عن فاطمة الزهراء، بالنيابة عن الأئمة المعصومين، بالنيابة عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أفضل طريقة للأعمال، والله يثيبنا أيضا. يعني إذا عملنا العمل لأنفسنا الله يعطينا الثواب، إذا عملنا العمل لأمواتنا للمعصومين الله يعطيهم ثوابا ويعطينا أيضا ثوابا. ويظهر من حديث آخر أن الثواب يكون مضاعفا. عن أبي عبد الله: من عمل من المسلمين عن ميت، كلمة عن لعلها تفيد معنى النيابة، بالنيابة عن ميت، من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له أجره، يعطى أجر مضاعف، ونفع الله به الميت. البحث السادس والأخير: هل الأموات يعلمون بمن يهدي لهم الخيرات؟ الجواب نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بنية الميت، طلعت من المسجد اعطيت مقدار من المال لفقير بنية ميت من الأموات، أمر الله جبرائيل أن يحمل إلى قبره، مو ملك عادي، جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا الملك العظيم بذاته، أمر الله جبرائيل أن يحمل إلى قبره، ويقولون هكذا: السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان ابن فلان إليك، هذه الهدية من قبل فلان. ننقل قضيتين. القضية الأولى: كان واحد من المؤمنين يصلي عن كل من مات صلاة الوحشة. كلامنا أن الأموات مطلعون ويعلمون. الواحد مات، هو هذا ميت، انقطعت يده عن هذه الدنيا، بعد مسكين، المسكين الحقيقي هو الذي انقطعت يده عن هذه الدنيا، هذا هو المسكين الحقيقي. كان يصلي عنا صلاة الوحشة. صلاة الوحشة كما تعلمون كثير منكم ركعتان، في الركعة الأولى بعد الحمد واحد يقرأ آية الكرسي: إلى هم فيها خالدون، مو إلى وهو العلي العظيم، احتياطا. وفي الركعة الثانية بعد الحمد يقرأ بعد ما كمل الحمد: إنا أنزلناه 10 مرات، عمل خفيف المعونة، وكم له من الثواب العظيم عند الله تعالى، عمل خفيف. ثم بعد ما واحد يسلم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وابعث ثوابها إلى قبر فلان. لا بس أقرأ هذا الحديث: لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين، فيبعث الله، لاحظوا حجم الثواب، من ساعته 1000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور،
ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات. كم إنسان تطلع عليه الشمس؟ مليارات. كم رمل، ذرة رمل تطلع عليها الشمس؟ لا يمكن أن نتخيل. لهاتين الركعتين الله واسع كريم، الله ذو فضل عظيم. هذا الثواب حتمي، هذا مو ثواب محتمل، هذا الثواب قطعي لمن يصلي هذه الصلاة ابتغاء هذا الأجر وهذا الثواب. ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات. لا يمكن لذهننا أن يحيط بعدد هذه الحسنات. فيقول أنا صليت له، رجل فقير ما إلى واحد، غريب مات، أنا صليت إلى صلاة الوحش في الليل، رأيته في المنام، قلت له كيف حالك؟ قال الميت الفقير كنت في ضيق، ولكن ببركة هاتين الركعتين اللتين صليتهما الله وسع عليك، وأنا الآن في حالة جيدة. ثم قال لي الميت إن دعاء الميت للحي مستجاب، اطلب طلب حتى ادعو الله لك. يقول في حياتي كانت اكو عقدة فقلتها للميت في عالم الرؤيا. يقول استيقظت من المنام، الميت قال انا ادعو لك، وحلت تلك العقدة من حيث لا احتسب. هذه قضية. القضية الثانية تتعلق باطلاع الأموات ولو في الجملة، ولو في بعض الأحيان، ولو في بعض الحالات، عن بعض ما يجري في هذه الدنيا. هذه القضية نقلها لي أحد الثقات عن صاحب القضية في أيام اعتقال الشهيد العام رحمة الله تعالى عليه في سجون بغداد. هذا المؤمن كان في لبنان وكان مطلعا على وضع الشهيد، يعلم أنه معتقل ولكن ما يعلم الآن في أي حالة في أي وضع. يقول في ليلة من الليالي كنت نايم، وإذا بي أجد السيد مرزا مهدي، يعني والد الشهيد، يقول رأيته في عالم الرؤيا أقبل علي وقال لي يا فلان قم الآن وصل ركعتين واطلب من الله تعالى أن ينجي ولدي حسن. يقول أنا استيقظت من النوم مرعوب وما أدري شنو القضية، بس أعلم أنه معتقل. يقول فصليت ركعتين ودعوت الله سبحانه وتعالى أن ينجيه، ومضت القضايا، أفرج عن الشهيد، ثم جاء إلى لبنان، أو ذاك الرجل ذهب إلى العراق. يقول فرأيت الشهيد وقلت له إني رأيت هذه الرؤيا. يقول فتعجب الشهيد وقال متى رأيت هذه الرؤيا؟ في أي وقت؟ قلت في الليلة الفلانية في الساعة الكذائية. يقول فتعجب، قال في تلك اللحظة أنا كنت على خشبة الإعدام، أخذوني وأخذوا مجموعة قبلي وذهبوا وأعدموهم، ثم جاءوا إلي وأخذوني وطلبوا مني مطالب فلم أقبل، طلبوا مني الاعتراف بما لم أفعل فلم أقبل،
فأخذوني إلى تلك الغرفة ووضعوني على خشبة الإعدام. عندما واحد يردون يعدمون يطلقون 3 صفارات، الصفارة الأولى، الثانية، الثالثة، وتسحب الخشبة من تحت رجله. بس صفارة كانت أو شيء آخر. يقول أطلقت الإشارة الأولى وأطلقت الإشارة الثانية، بعد ما باقي إلا لحظات على الإعدام، وإذا بالتلفون يرون. يقول هذا اللي كان موكل بإعدامي راح على التلفون وإجا ثم قال انتهى، انتهى الحكم وأعادوني إلى السجن. الآن هذا الميت وهو في عالم الآخر كيف التفت إلى ما يجري في هذه الدنيا وجاء إلى منام هذا المؤمن اللي هو حي ونعرفه وهو ثقة، وطلب منه أن يصلي ركعتين، وطلب منه أن يدعو الله لنجاة هذا الشخص من هذه الحالة. وأكو أيضا نظير لهذه القضية تتعلق بالشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، إن شاء الله ننقلها في وقت آخر. على كل حال، الإنسان إذا ذهب إلى ذلك العالم انقطعت يده من كل شيء، وأمله بعد رحمة الله وشفاعة أهل البيت بذويه وبالمؤمنين الذين يعملون له الأعمال الصالحة. الإنسان قبل ما هو تقصر يده عن ذلك، لأن يوم من الأيام هو الإنسان تقصر يده عن ذلك، يجب أن لا يقصر في هذا المجال، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.